بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندس ولاء الجنابي، إدارة محترفين صيانة المحمول. النهاردة معانا جهاز نوكيا X202RM694. الجهاز كان جاني فيه أسماء في السجل ما بتتمسحش، فاحنا لازم نخليله سوفت وير. الجهاز الفيرجن بتاعه أهو 11.62، احنا لازم نخلي نفس الفيرجن أو أعلى، ما بينفعش نخلي فيرجن اقل. طبعا كلنا عارفين بوكس عفوا دونجل البيست، دونجل رهيب وفريقه قوي جدا. نروح نعمل ريد انفو للجهاز، بنشوف المعلومات بتاعه اهو، عملنا ريد انفو. بعد كده نروح على قائمة بي بي 5 اكس جي فلاش. طبعا على الاصدار ده، الاصدار الجديد 1.54. نروح على القائمة هنا. بعد كده ده ترتيب الفلاشات، دي فلاشة ال MCU طبعا نفس الفيرجن 11.62، وهنا نخلي فلاشة ال BBM، وبعد كده هنا فلاشة ال CNT اللي هي ال Image. في عندنا هنا ترميز، اللي هو الترميز مي اي، دي معناه انه لغة عربية. طيب بعد كده، بعد ما عملنا ريد انفو للجهاز وعملنا الفلاشات، نيجي نعمل فلاش على طول عشان السوفت وير. نعمل فلاش، بعد كده الجهاز بيقرأ البورت، بعد كده بيخش على او كده، تمام، بياخد فلاش. دلوقتي عمليات المسح اللي هي الايرسينج، بعد كده فلاشينج، بعد كده ايرسينج. دنجل البيست قوي جدا، تفليش الاجهزة بوصلة اليو اس بي. والان بيعمل مسح للفلاشة الام سي يو. طيب انا حسيبكم دلوقتي لغاية ما يكمل السوفت وير. في كثير من الناس بيحملوا فلاشات من المنتديات، وال طبعا هي المنتديات حلوة جدا وفيها مواضيع حلوة وفيها مواضيع بتفيد الأعضاء والزوار وال كل فن صيانة. بس أنا عندي يعني نظرية، هي اللي هي برنامج تحميل الفلاشات اهو. ده برنامج حلو جدا. طبعا انا بحمل الفلاشات من هنا، هو سهل جدا، تفتح البرنامج بعد كده على طول تنزل على الفيرجن اللي عايزه. مثلا نكتب الار ام هنا، ار ام 600
94 اللي هو الجهاز اللي فلشناه، نعمل كده. وبعد على بعد بعد كده على طول نختار الفيرجن، مثلا 11 و62. انظر هنا في ترميز اللي هو مي، ده معناه لغة عربية، وانا نزلت موضوع كمان علشان الاكواد والحاجات دي اللي هو في منتدى محترفين صيانة المحمول اهو. ندخل هنا على البي بي 5، مش هنا اظن، هنا على قسم النوكيا. اهو الفرق بين اكواد اللغة في السوفت وير، ده موضوع خاص باللغات والحاجات دي. على العموم خلينا في موضوعنا، التفليش وصل لآخر مرحلة، مرحلة السي ان تي. دنجل البيست حلوة قوي بصراحة، أنا من أشد المعجبين بفريق الانفينيتي. أوشكنا على انتهاء عملية المسح، 97 98 99، أهو 100. كمل بعد كده على طول بياخد الفلاشة. كده كمل ريبورت بوينت ناو. العملية خدت وقت 7 دقايق و5 ثواني. وبالوقت يكمل بعد كده على طول ادانا الريد انفو بتاعه. وكده فلشنا الجهاز والحمد لله والشكر. بعد كده على طول نعمل فول فاكتور سيتنج للجهاز لتفادي رمز الحماية والحاجات دي. وبالوقت كملنا الجهاز والرمز اهو، الاسماء اتمسحت من السجل وكل حاجة تمام تمام بحمد الله. كان معكم المهندس ولاء الجنابي، انتظرونا بآخر الشروحات فقط على منتديات محترفين صيانة المحمول. احترافك إلى صيانة المحمول.
دمتم في رعاية الله وحفظه.